اكتشاف احتياطي بترول بملياري برميل بمنطقة أكادير. قالت المديرية العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة اليوم الخميس إنه يجب القياس بدراسات إضافية بما فيها الحفر الإضافي بهدف التأكد من مدى احتواء منطقة أكادير على مخزون من البترول قدر بملياري برميل. وكانت الشركة البريطانية التي تمتلك رخصة التلقيب إنزغان قبالة سواحل مدينة أكادير أعلنت بعد الكشف عن موارد محتملة بملياري برميل عن إطلاق عملية البحث عن شريك تتقاسم معه التكاليف المتعلقة باستمارات فترات التنقيب المقبلة. وأوضحت بن خضراء في مقابلة يومية لماروك جوغ التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأشغال الجيولوجية وتفسير المعطيات المتاحة الجيولوجية والنشاط الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد وكذلك الآبار القديمة بالمنطقة أتاحت الحديث عن احتمال اكتشاف موارد محتملة تقدر بملياري برميل. وشددت على أن هذا التقييم الذي قامت به الشركة البريطانية يوافق المعطيات التي يتوفر عليها المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، غير أنها أكدت على أن الأمر يتعلق بموارد محتملة وليست موارد مؤكدة.